انطلاقاً من تعزيز الشفافية في التعاملات المصرفية، وضع بنك الكويت المركزي آلية لتقديم الشكاوى تجاه الجهات الخاضعة لرقابته: البنوك، شركات التمويل، وشركات الصرافة. الآلية بسيطة، وتبدأ باستخدام النموذج المخصص لشكاوى العملاء المتوفر بمكان واضح بجميع الفروع أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، مع إمكانية إضافة أي مستند للنموذج. في حال تسليم الشكوى بشكل شخصي، على البنك استلام الشكوى من العميل مع تسليمه نسخة منها مؤشر عليها بما يفيد الاستلام وتاريخه. في حال إرسال الشكوى عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني، فإن البنك يبلغ العميل باستلام الشكوى بنفس الوسيلة أو عن طريق خدمة الرسائل النصية عبر الهاتف. البنك أو الشركة ملزومين بالرد على العميل كتابياً خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلام الشكوى. في حال عدم قبول العميل للرد أو تأخر الرد عن المدة المحددة، يقدر يقدم نسخة من الشكوى إلى بنك الكويت المركزي، وبإمكانه التواصل مع وحدة حماية العملاء في بنك الكويت المركزي على الرقم 186-4444 المخصص للاستفسار عن هذه الإجراءات. وللاطلاع على الآلية وتفاصيلها بشكل كامل، تقدرون تقومون بزيارة موقعنا، ولنكن على دراية.